بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة. النهاردة إن شاء الله عندنا وقفتين حواريتين. الوقفة الحوارية الأولى هنتحدث فيها عن القمة الإفريقية التي انعقدت مؤخرا في موريتانيا في نواكشوط، وهي القمة 31 بحضور 22 رئيس دولة وحكومة وبمشاركة أيضا أوروبية بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه القمة التي كانت أو التي تحمل عنوان مهم للغاية، هذا العنوان الذي يحمل شعار الانتصار في مكافحة الفساد، والذي يتناول مختلف الملفات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، كيفية أيضا مكافحة الإرهاب، الملف الليبي وأيضا الملف السوداني، ملفات كثيرة سيتم مناقشتها خلال هذه القمة، وهذا ما سنتناوله في وقفة حوارية خاصة في برنامج من القاهرة. الوقفة الحوارية الثانية نتحدث فيها عن الذكرى 35 لثورة 30 يونيو من عام 2013، ودور المواطن المصري بشكل أساسي والإرادة المصرية، وذلك في اندلاع هذه الثورة لكي يتم استرداد الوطن مرة أخرى من براثن الإرهاب ومن براثن الجماعة الإرهابية، ويتم تصحيح مسار هذا الوطن من الشر والإرهاب إلى الخير والأمن والأمان والاستقرار والبناء والتنمية. هذا تحديدا ما سوف نتحدث عنه، دور المواطن المصري والإرادة المصرية وقوة العزيمة المصرية، وذلك في الحفاظ على مقدرات الوطن في وقفة حوارية خاصة، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لثورة 30 يونيو من عام 2013. بعد الفاصل مباشرة مشاهدينا نبدأ معا الوقفة الإخبارية. حضراتكم من جديد. الخبر الأول بنتحدث فيه عن تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وذلك منذ توليه منصبه. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مصر سعت خلال السنوات الأربع الماضية نحو إعلاء شأن انتماء مصر الإفريقي والاعتزاز بهويتها الإفريقية والتركيز على قضايا القارة في معظم خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، لا سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. السفير بسام راضي قال بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية الحالية في موريتانيا إن الرئيس السيسي قام منذ توليه المسؤولية في عام 2014 بوضع العلاقات المصرية الإفريقية في مقدمة أولويات ملفات التحرك الخارجية، مرتكزا على عدة محاور، منها تكثيف اللقاءات مع القادة الأفارقة والقيام بجولات شملت العديد من دول القارة، فضلا عن مشاركته المنظمة في القمم الإفريقية أو المشاركة المنتظمة في القمم الإفريقية بهدف تعزيز التواصل مع الدول الإفريقية المختلفة. أوضح أيضا أن هذه الجهود والاتصالات أسفرت عن تطور وضع مصر وعلاقاتها مع دول القارة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي الذي كان قد علق عضويتها نتيجة عدم فهم حقيقة ثورة 30 يونيو، إلى أن استعادت مصر عضويتها كاملة ووصولا إلى رئاسة مصر لقمة الاتحاد الإفريقي مع بداية العام المقبل 2019، وهو الأمر الذي يحقق ويمثل نجاحا بدرجة امتياز من قبل القيادة السياسية للدولة في استعادة مكانة ودور مصر الرائد بالقارة الإفريقية. أيضا السفير بسام راضي أكد أنه تم تحقيق تقدم سياسي كبير في ملفات مهمة، من بينها الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لإثيوبيا، إلقاء بيان تاريخي في البرلمان الإثيوبي، ثم توقيع اتفاق المبادئ الخاصة بسد النهضة وذلك في الخرطوم. وأشار أيضا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مصر سخرت أيضا فترة عضويتها غير الدائمة
داخل مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين من أجل دعم القضايا الإفريقية المختلفة وتعزيز مصالح شعوبها، وأيضا أكد أن هناك جهود متواصلة في ضوء الإمكانات المصرية المتاحة لتعزيز انفتاح مصر على القارة الإفريقية في مختلف المجالات وإعلاء مبادئ التعاون الإقليمي، لا سيما على صعيد حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، في إطار مبدأ ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بالقارة الإفريقية. السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة العادية 31 لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، والذي يعقد يومي 1 و 2 من يوليو من عام 2018 تحت شعار الانتصار في معركة الفساد، وفي معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا. قال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في مستهل هذا اللقاء أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للجانب الموريتاني على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لأعمال القمة الإفريقية، مشيرا إلى تمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنجاح هذه القمة المهمة التي تستضيفها موريتانيا الشقيقة. كما سلم رئيس الوزراء خطابا مهما من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الموريتاني الذي رحب بدوره بالوفد المصري المشارك في هذه القمة، وأكد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين شعبي البلدين الشقيقين، متطلعا إلى الارتقاء بالآفاق وبأن يكون هناك تعزيز للعلاقات بشكل أكبر بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. وخلال اللقاء أيضا أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات الوثيقة بين مصر وموريتانيا وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا على الحرص المتبادل وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على حرص مصر على أن تكون هناك أو أن تكون في طليعة الدول 44 الموقعة على الاتفاقية المنشأة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وذلك في القمة الاستثنائية الأخيرة بكيغالي في شهر مارس من عام 2018 كخطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التكامل الاقتصادي، وصولا إلى الهدف الرئيسي الذي ننشده هو الجماعة الاقتصادية الإفريقية تنفيذا لمعاهدة أبوجا، معربا عن تقديره لجهود الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر منسق جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهمية هذا الموضوع تحديدا وإنشاء منطقة تجارة حرة في إفريقيا في هذا التوقيت بشكل خاص، لأنه من المعروف أنه وكما ذكرنا في الخبر هو بيهدف إلى خلق فرص اقتصادية حقيقية لرواد الأعمال والمستثمرين في القارة، ولكن سؤالي لحضرتك قراءتك لهذا الملف تحديدا في هذا التوقيت. خلينا مبدئيا نتفق إن العلاقة ما بين الدول النهاردة هي علاقات مصالح وعلاقات اقتصادية. نعم. فإذا النهاردة أنا لما أحط علاقة اقتصادية بيني وبين الدول الأفريقية، ده معناها إن أنا بيبقى ليا موطن قدم في الدول الأفريقية أنا كنت فقدته الفترة اللي فاتت دي كلها. طيب، نحن الآن في مصر أقرب لأفريقيا من أوروبا وأمريكا، فإذا إمكانياتنا في التعامل مع الدول الإفريقية هو أفضل بكثير جدا وأسهل من الدول الأوروبية وأمريكا. يعني النهاردة حضرتك في مصر احنا بنصدر ب20 مليار دولار، حجم التعامل أو استيراد أفريقيا 2 تريليون دولار. أفريقيا أصبحت غير ما كانت الناس بتظن زمان. أفريقيا النهاردة دول متعددة عندها اقتصاديات لا بأس بها، فيها نوع من أنواع التطور الاقتصادي الجيد. إذن إحنا هنا في موقفنا النهاردة لابد أن ننظر إلى أفريقيا، وده رؤية القيادة السياسية في الفترة اللي فاتت، ده كان شيء محق فيه 100% إن لابد من النظر للدول الأفريقية. طيب،
عشان نبص للدول الافريقيه لازم نفهم الناس دي بتفكر ازاي. نعم. الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي طبيعتها فعليا بقى بالرؤيه بتاعتنا وزياراتنا هناك والكلام ده كله، عايز يرى المنتج المصري اللي هو ما يعرفش عنه حاجه حاليا. نعم. هو عارف المنتج الصيني وعارف المنتج الاوروبي، انما لم يرى المنتج المصري. طيب الحل ايه عشان توريله المنتج المصري؟ لابد من وجود منطقه زي معرض او زي منطقه اقتصاديه او كل هذا الكلام لعرض هذه المنتجات. نعم. خدي بالك انت سابقه بكتير في المجال الصناعي، ده واقع الامر. انت عندك تاريخ صناعي، عندك منتجات صناعيه جيده مش وحشه. عندك النهارده تقدري تخش السوق الافريقي وانت مطمئنه ان منتج ده ممكن يتم تصريفه. طب ايه المشكله؟ ان الناس ما تعرفوش. انت عندك ضعف شديد في العرض للمنتجات بتاعتك. رجال الاعمال المصريين ما بيروحوش هناك. ما عندكيش قوه ناعمه موجوده هناك. كان زمان في شركه النصر لو حضرتك تتذكري، كان عندنا 16 فرع لشركه النصر على مستوى افريقيا. كان بيتم عرض المنتجات المصريه، وعلى فكره ال 16 فرع دول في افريقيا في اروع مناطق في افريقيا. فاذا النهارده انت محتاجه عرض للمنتج المصري بصوره واضحه لدى الافريقي، لدى اخواننا الافارقه. في الحاله دي هو بيرغب في رؤيه المنتج. ما ينفعش النهارده تقولي والله كتالوج اهو، او خش على الانترنت او الكلام ده كله، او عايز يشوف المنتج فعلا. فهي ان وجود منطقه تجاره حره دي موضوع في منتهى الاهميه، وده لصالح مصر، لان مصر فعليا عندها منتج. فهي لصالح مصر 100%. والاصرار عليها، ولما القياده السياسيه اتكلمت عن هذا الموضوع منذ اكثر من عام سبق، ان لابد من وجود هذا الكلام، وده شيء طبيعي. فاذا تقدري تعملي نوع من انواع التكامل انت فعليا محتاجاه. نعم. طبعا ما ننكرش ان الاقتصاد بينعكس على السياسه. بالتاكيد. فاذا النهارده لما تيجي تتكلمي في بينعكس على السياسه، وايضا انعكاس او مراه لوجود استقرار يعني امني واستقرار سياسي ايضا، يعني مرتبطين ببعض ارتباط مشترك الحقيقه. اكيد اكيد. واكيد لما انت النهارده يبقى عندك قوه اقتصاديه موجوده في افريقيا، يبقى بتساعدي القياده السياسيه وبتساعدي الدبلوماسيه في اي موضوع متعلق بهذه الامور، وليكن سد النهضه، وليكن وجود طرق، وليكن وليكن وليكن. انما النهارده غيابك الغريب اللي الفتره اللي فاتت دي ادى طبعا لنوع من انواع الجمود الشديد في العلاقه. النهارده الناس دي منتظره منك انك تبقي ليكي تواجد. التواجد مش هيتم زي زمان ان انا ابعت بقى مدرسين او اعمل مستشفى او اعمل عياده او الكلام ده، لا خلاص الدنيا دي اتغيرت دلوقتي. الناس عايزه صناعه وعايزه اقتصاد وعايزه منتج وعايزه وعايزه وعايزه. دورك النهارده متاخره طبعا 100%، بس هل القطر فات؟ لا ما فاتش. انت تقدري النهارده تخشي، لان خدي بالك برضه انا دايما اقول حاجه، المصري يقدر يعيش في افريقيا. الاوروبي ما يعرفش يعيش. فاذا لان هم اقرب ليك سلوكا وطبيعه الشعوب والكلام ده كله. فاذا انت الفرصه عندك انك فعلا تعملي هذا الكلام، فرصه عندك انك تخشي وتتواجدي النهارده. عندك فائض انتاج؟ عندك فائض انتاج. عندك كوادر مدربه؟ عندك كوادر مدربه. عندك منتج الدول دي محتاجاه؟ عندك منتج الدول دي محتاجاه. فاذا عندك فرصه. طب ايه المشكله النهارده؟ المشكله ان لابد ان تكون هذه الفرصه في اطار حكومي، في اطار مؤسسي. بالظبط. نعم. في اطار عام. وجهة نظر حضرتك وصلت. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس علاء السقطي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من حضرتك يا فندم. أنهت البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في المركز الخامس التي أقيمت في مدينة تاراجونا، واحتلت مصر المركز الخامس جدول ترتيب الميداليات بإجمالي 45 ميدالية متنوعة بواقع 18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية. احتلت إيطاليا الصدارة برصيد 155 ميدالية بواقع 55 ذهبية و55 فضية و45 برونزية. ثم إسبانيا الدولة المنظمة برصيد
120 ميدالية بواقع 38 ذهبية و39 فضية و43 برونزية، ثم تركيا في المركز الثالث برصيد 95 ميدالية بواقع 31 ذهبية و25 فضية و39 برونزية، وفرنسا في المركز الرابع برصيد 99 ميدالية بواقع 28 ذهبية و31 فضية و40 برونزية. كانت مصر قد تفوقت خلال منافسات رفع الأثقال والملاكمة وتصدرت بعثة الفراعنة جدول ترتيب ميداليات هذه المنافسات. ينضم إلينا على التليفون أستاذ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ هشام حطب. أيوة فندم، مع حضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. عايزة أفندم يعني رأي حضرتك في هذا الإنجاز الذي حققه الحقيقة أو حققته بعثة الفراعنة من خلال الأرقام اللي احنا رصدناها دلوقتي. والله طبعا عايز أقول ده يعني ده إعجاز ونتيجة مشرفة جدا ونتيجة كويسة جدا مقارنة بالإمكانيات اللي احنا الإمكانيات اللي موجودة اللي احنا استغلناها بالأمثل. إنما اللي أنا عايز أقوله إن هو الحمد لله يعني البلد ما بخلتش عنها بأي حاجة، هذا استدعمنا بالمتاح في الوقت السليم الحمد لله بالتخطيط الجيد واتباع المنهج العلمي السليم، إذا كان الإعداد الفني أو البدني أو النفسي، وبعد كده توفيق ربنا هو اللي جاب لنا ودعوات المصريين هو اللي جاب لنا الميداليات دي كلها 45 ميدالية يعني على مدى 10 أيام، يعني متوسط تقريبا في اليوم ما يقارب من 5 ميداليات في أغلب الألعاب احنا جايبين ميداليات. يعني كانت المرات اللي فاتت مثلا كان التركيز كله بيبقى على اللعبة المصارعة مثلا وحمل الأثقال والكراتيه، المرة دي هنا السباحة بقى على أعلى مستوى كانوا موجودين وعلى أعلى منافسات الأبطال العالم، لقينا الكراتيه كان موجود برضو، رفع الأثقال كان موجود، الفوسية كانت موجودة، جميع الألعاب الأخرى اللي احنا ما كناش متوقعينها كانت موجودة. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا وأدارنا وكل المجهود بتاعنا بالنجاح في الوقت اللي مصر محتاجة فيه الفرحة دي، وقت 30 يونيو دي اللي هي انت شالتنا من كل حاجة كنا الله أعلم كنا هنبقى فين في الوقت ده. الحمد لله احنا دلوقتي بنفرح بالإنجازات بتاعتنا في بلد مستقرة وبلد أمنة، إن شاء الله كده ربنا يديم الأمن على مصر على طول. أنا بشكر حضرتك أستاذ هشام حاطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. نتوقف وقفة اقتصادية أيضا في أو ضمن الأخبار اللي معانا. المدير التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية أكد أن مصر بتعد بالفعل شريك تجاري هام بالنسبة للمملكة المتحدة، وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بتبلغ 3 مليارات جنيه استرليني سنويا، وأعرب أيضا عن سعادته للقيام بهذه الزيارة لاستكشاف الفرص لزيادة وتطوير علاقاتنا من خلال الدعم المالي المقدم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية والمساهمة في كل من التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر والتجارة في المملكة المتحدة. يقوم المدير التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية بزيارة مصر لتعزيز وتوثيق الروابط التجارية بين البلدين مع تقديم عرض التمويل المدعوم من الحكومة البريطانية وتحديدا من وكالة تمويل الصادرات البريطانية خلال فترة تواجده بالقاهرة. أيضا مشاهدينا الخبر الأخير اللي هيكون معنا النهاردة في هذه الوقفة الإخبارية أنه وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط على مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 من يوليو الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت، مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميا حتى 10 مساء. مشاهدينا دي كانت نظرة على أبرز الأخبار اللي تابعناها منذ الصباح وحتى الآن. بعد الفاصل مباشرة هنبدأ أولى فقراتنا الحوارية، وهنتابع أيضا التقرير الخاص بهذه الفقرة الحوارية الأولى في برنامج من القاهرة، نتحدث فيها عن القمة الإفريقية المنعقدة حاليا في موريتانيا والتي تتواصل اليوم وأيضا غدا في نواكشوط، وذلك بعنوان الانتصار في معركة مكافحة الفساد بحضور 22 رئيس دولة وحكومة وأيضا بمشاركة
مشاركة أوروبية وذلك بقيادة الرئيس الفرنسي، وبتناقش الكثير من الملفات، أبرز هذه الملفات الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب، كذلك أيضا الملف الليبي والملف السوداني وملفات أخرى أيضا هنتطرق إليها تفصيلا وذلك من خلال هذا التقرير، ثم حوارنا على الهواء مباشرة معكم في من القاهرة. انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة 31 لقمة الاتحاد الإفريقي. تناقش القمة عددا من الموضوعات، منها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية وسبل نزع فتيل الأزمات في إفريقيا. ويشكل موضوع القمة كسب المعركة ضد الفساد أبرز موضوعات جدول أعمالها. وفي كلمته خلال فعاليات القمة الإفريقية، وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمواصلة الجهود مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لتخطي أي تعقبات قد تقف أمام تنفيذ مقررات القمم السابقة. نجحنا معا في توظيف إمكانياتنا الجماعية وجهودنا التراكمية لجعل هذه الشراكة أكثر خصوصية إن لم تكن الأكثر تميزا. القضية الفلسطينية لم تكن بمنأى عن فعاليات القمة، حيث وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الشكر لكافة الدول الإفريقية التي صوتت لصالح حماية الشعب الفلسطيني مؤخرا في الأمم المتحدة. وينتظر أيضا أن يناقش القادة في جلسة مغلقة تقارير لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول السلم والأمن في إفريقيا، وآخر حول تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بخصوص الخطوات العملية لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020.